Anna Vianney, I love you. I love you. Shut the fuck up. Shut the fuck up. لي اقرا قال لي ما انا بقاري قال لي اقرا الحيط رب مكتوب عليه ممنوع البول الحمار حتى خيلا ورايح كيبول في واحد القمص كيسمع اقرا ويقول او تنمالي انا او وقلان النبي ويقول غندي بحال النبي ويقول ما انا بقاري اللي تقرا الحيط anyway اشنا هو الموضوع الاخوان موضوع هو كيفاش الملحد وذاك الشيء ما مني درت مداخلة وانا متكي كنت نعرف واش الانسان فاش كيكون محط مجبد ياك فاش كتسمع مجبد كتفكر شي سداري في شي في الدار فوق انت ياك فاش كتسمع ديك مجبد حيت انا علم على السدادر كنتجبدو مزيان سيتو داك القنتان ياك ديك البلاصه اللي كيكون فوق قنت كتجي في واحد النعسه زوين لهاي دوره زوين شي فروي ولا كنتي مجبد كتكون ما تقدرش تبقى مجبد والواليد يدخل الواليده مسكينه الدنيا هانيه كتدخل كتلقاك ماشي مجبد مخري والدنيا هانيه الواليد كيدخل كتبان لي ديك البوزيسيون ديالك زعما فيها شي شويه ديال الفرعين وقله الاحترام وقله الاداب قلت العراض فهمتي خصك تجمع هذيك الوقفه هذيك ديال خص ما نبقاش مليوح خصي ما نبقاش مخري خص نبقى مريح حيت الواليد كيدخل فهمتي كتجمع حيت عندنا حنا واحد طريقه باش كتكر كاينه سبيسيال خاصه كل طبقه ديال المجتمع كاين اللي ما يديهاش فيه بحال الواليده مسكينه فهمتي كتدخل كتبقى تعاود لك نفس الشيء وما كديش فيه كيجي الواليد كتجمع النوض ياك الاخوان كتجمع كدير لا طونسيون داكشي حيت الرجال الاباء ولاد القحاب هاهي نضغط طلع ثاني تقول لي ناروا مشي وحافظوا على الرونق حافظوا على الرونق ديال الغرفه المهم قال لكم الاخ يقل راه فاش كيخرج دي من فاش كيتصيد ديك فاش كي بنادمتي فهمتي باش كيلعبوا معاه والله كيعيق فهمتي ديك الساعة حيت بحال أي حاجة فهمتي بحال قال لك شي واحد بالعائلة مات ولا شي حاجة شي خسارة بشي شكل كتاخد الوقت باش تبرى فهمتي بشوية بشوية كتجي شي حوايج جديدة في الحياة ديالك وكتغطي على داك الألم بشوية 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 تكتنسى ولكن هاد الإسلام هذا في شكل فهمتي كتجيك واحد الصدمة ديك على الصدمة حيت ماشي الصحة ديالك ماشي المدرسة ماشي الماكلة ماشي وشي حاجة عندها علاقة بكل شيء فهمتي فاش كيضربك ديك فاش الله كتصدم فهمتي بحال شي واحد كتصلي بالجهد وكيبقى غادي غير كيجري والله كتصلي ماشي كتصلي كتطرشو شنو هي كطرشو هي الطرش فاش الاطرش هو اللوغ هو اللي مصمك لوغ عزيز اللي فري الاطرش فاش كطرشو هي كضرب يديك كتجمع داك لاغ اللي كاين ما بين يديك وما بين ودنو كتدخلو ليه في ودنو هادي كتسمى كيطرشك فاش كيطرشك شي واحد بحال هكا كتبقى غادي كتجري ما كيهمش اش من ديريكسيون مهم الدماغ ديالك يكون عنده ديك ديال صافي خديتي ديك الطرشه اذا خصك تبدا تجري واش كاين شي اوبسيون اخرى نو كاين واحد الاوبسيون هي كتبقى غادي وكتجري هذا الشيء دار لينا الاسلام الاخوان كنتي غادي زوين وكنا كنضابو شكون اللي غادي يكون واعر احسن حاجه باش تنجح في هذه الحياه هي تكون واعر في الدين وداك الشيء شويه كيزيتي تيقول لك دير هذاك الشيء كله راه هضره خاويه وراه الناس ما بغاوهاش هذيك غير الزباله ديال الفكر ديال الانسان ديك الزباله فهمت ديك الزباله اللي كيشدوها الناس وكيسدوا عليها في بلاستيك حيت خانزه بزاف وداك الشيء انت كنتي معنقها وكتقول الناس انا راه احسن منكم نتوما كاملين حيت انا شي سماكريه ديال القريش يعاودوا لي هادشي ولكن نتوما ما عاودوش ليكم علاش حيت انا احسن منكم
ما عرفش علاش ما عاودوش لهم، ولكن كون عاودوا لهم كان غير يقول لهم هذا. وهذا هو اللي وقع لنا في شنو هو السجاء الاخوان مال الملحد ثاني ني ما عمرني درت شي مداخله وانا متكي دابا غادي بحال المكي وداكشي بحال المكي. السؤال هو علاش كيطلع عليك الدم ودابا ما بقاش كيطلع عليك الدم فهمتي؟ هذا لا كيطلع لك الدم حيت الله كتبدا تحس فهمتي فاش كتطلع معاك هذيك الفجله مزيان. دابا المشكل دابا سا ديبو على الفجله واش داخل لورق ولا لورق ديال الفجله تا هما مقطعين لداخل، واش الفجله باقي النص ديالها برا ونصها لداخل فهمتي. داكشي الا عندكم مع الصيد وعندكم مع داكشي ديال المخطافي الدهوك سا ديبو على الفجله. الا كانت داخله كامله وبقى بقى داك غير الورق عرفتي خصك تجر من الورقه عرفتي الفجله كي دايره الاخوان اللي سنه ما كيعرفوش. ولكن حنا مغاربه مولفين عندنا مع الفجل جميع انواع الفجل المحفور والفجل الاخر والفجل الحمار ياك كاين داك الحمار حتى هو. دابا الفجل فاش كتدخل وكيبقى الورق ديالها هو اللي برا صعيب لحقاش تقدر تجر شي ورقه وتقطع ومشات لك الفجله. دابا ولا دخلات الفجله ثاني خصك تدبر ليها على شي اش كنسميو في المغرب المغناج لا الغانجو ياك الغانجو كيعرفوا الحواته هو داك الخاصه الكبيره اللي كتضرب بها الحوته وكتجر الغانجو تما غادي خصك شي غانجو مينيسكيل وخصك دير ديك اللي كيدير داك الذهبي فاش كيبغي يشوف لك الذهب كيدير وداك الشيء واحد الضراره على عينيه باش كيبان لك ديك الفجله فين كاينه. وخصك تكون عندك واحد الوعي خصك تكون عندك اولا بقانون الفيزياء وقانون الهندسه سا ديبون على العمق ديال الفجله الا كانت داخله بزاف وسا ديبون شحال عندك فين وصلات واش داخله مزيان ولا ما داخلاش. خصك تشد من واحد القنت معين وهذاك القنت خصك تشوف ثاني شنو هي التكستور ديالو واش هو قنت رطب واش يشد فيه المخطاف غانجو ولا شي. وهذه هي الظروف اللي كتجعل واحد الانسان في الاول كيبقى كيغوت كيبقى كيصرخ وكاعي وداك الشيء ماشي صعيب حيت بنادم الثقافه ديالك بنيتيها على شي حوايج فاش كتحيد هذوك الحوايج فين غتمشي الثقافه فين غادي انت بنيتي الثقافه ديالك على شي حوايج. دابا حيدت هذوك البيلاز هذوك الاعمده من غير عمد ترونها وداك الشيء منين حيدتي ديك الاعمده ديال الثقافه ديالك ولا الثقافه ديالك فلوطونت ما عندهاش واحد الركيزه فهمتي ما عندهاش واحد لاباز. وهادشي بزاف قليل ديال الناس اللي غيفهموا هاد المساله ديال النسبه ديال الدين في الثقافه ديالنا ويعترفوا بان راه شي حاجه خطيره الا حيدتي ليه الدين. لحيدتي ليه الدين بحال شي واحد كان غادي يوقف على شي زربيه وجريتي انت الزربيه بالجهد ولكن الا جريتيها بالزهد غادي يوقف بحال عقل عرفتي دوك كيحطوا ربعه الكيسان فوق شي طابله وفوقها ديك الغطا ديالها الملاية ديالها ولا نابكن ماشي نابكن السيفيات ولا باش وكتجرب الجب واحد السرعه كيديرها بروسلي هادي بروسلي كي عنده مع هاد المسائل. المشكل هو ما جروهاش بجهد يعني فهمتي. وهنا كيبدا بنادم كيتوجع هنا بنادم هذاك الاول فاش الله كيخرج الانسان من الدين راه كيبقى كيتوجع عرفتي شي حاجه كتضربك والسيتي الا كان الناس قلال هما اللي عايقين بهاد المساله. نفس الطريقه وقع لي انا مع الشيعه كانوا الناس كانوا كيسمعوا الشيعه كانوا كيسحبوها شي نوع ديال الشلاضه ولا شي حاجه. هادشي راه في اخر الثمانينات واول التسعينات وداك الشيء ياك انت كنتي غتسطا بنادم كيتخلخل اصاحبي كيتخلخل. تخيل بان احسن حاجه عندك هي في حياتك حتى لهذيك اللحظه اللي خرجتي فيها من الدين وكاين اعظم حاجه هي تعيش بحال شي شماكريه ديال قريش. وهذه هي الفلسفه ديالك وانت واحد الانسان قاري
قاري اللغة، قاري التاريخ، الجغرافية، الفلسفة، المات، الفيزيك، السيونس، الانثروبولوجي، شوية ديال الميكانيك، شوية ديال الإلكترونيك، شوية ديال كتعرف في الحياة كل شيء. وكنت تابع الحتالة ديال النظريات ديال ماهية الوجود، الحتالة الأخرى ديال النظريات. وفاش كتفيق عاد كتيه مزيان، كتقول أنا خصني عاد والله العظيم إلا كدوز واحد الوقت أنت عاد كوريجي في راسك، كتبدا تفكر ديفرنتلي. بزاف ديال الحوايج كيوقعوا لك. مثلا أول حاجة كوقعت لي أنا هي اليهود ما بقاش عندي معاهم ديك العداوة، هادشي هابند أوفر نايت، ما بقاش عندي عداوة لليهود. هادشي غير كخرجت من الإسلام أول حاجة لاحظت هي اللي كيبان لي واحد خينا دير واحد البيرية واحد طويقية ومدلل القرون ديالو، عنده الخطوط وعنده واحد المنخف شكال وشي عينين ملاقين وداك الشي، ولبس واحد الكابوط ديال روسيا ولا شي لعبة بحال هكا. وجر مع جوج الوليدات هما مصلع عليهم الشعار ولابسين الخيوط تا هما ودين واحد، وليتي كتشوف فيهم كتقول هادو ناس. واحد الحاجة اللي كانت بقات فيا ديما هي ديك، كنت كنحس بواحد العلو، كنت كنحس بواحد العلو على الناس، بانني عندي واحد الحاجة وديك الحاجة واعرة وثمينة والله. واول حاجة وليت كنقول هي انا بحال كاع الناس كاملين، زعما انا بحالي كاع الناس كاملين، رجعنا كاع تما راه ضربناه في الحياة وداك الشيء، منين جينا لقينا راسنا بحال الناس كاملين، كلهم ما كيعرفوش وكل شيء الديانة ديالو. هذا هو المشكل ديال الدين، هو اللي فيه ديك ديال الدين الإسلامي، هو اللي فيه ديك البرانسيب ولا الكونسيبت ديال أنا راه عندي الحق وانتم كلكم خاطئين. حتى المسيحي ما كتلقاش عنده بزاف، حيت حنا فينا ديك الزمله ديال اخر الاديان وداك الشيء، فهمتي؟ قلنا اذا لا لوجيك لا غير قيصرت واحد الاديان، واحد النهار غادي يحبس. اذا وقت ما حبس هذاك هو الدين ديال بصح. بحال فاش كتكون لاعب شي ماتش ولا شي حاجه، كيجي لابيطو كيقول لك هنايا فين. حنا قلنا اوكي، بما ان الدين هو اخر الاديان، اذا هو اللي عنده الحق. ما يمكنش شي دين جا الوسط عنده الحق، حيت الا كان الدين جا الوسط عنده الحق، علاش غادي يزيد يسمع واحد دين اخر؟ حنا نقولوا اوكي، وهذا الشيء زادنا حنا، ولات فينا حنا كنخرجوا. انا كانوا كيدقوا عليا اصحاب يهوى، عرفتي ديك يهوى؟ المهم ما عليناش، حياتنا كلها هضره، ما غادي نخسروا حتى شي حاجه. بحال داك واحد الديب القادره مو دايره في جيبه، مشى غادي يفرح، مشى للدار ضرب ديال الجيب ما لقاش درهم، ويك عاشيه يقول لما طاحت لي درهم ما لقيت درهم ويتهنى. سمعتوا الاخوان؟ والمهم باش نقولوا للناس كيفاش كيوقع. اولا فاش كتهضر مع واحد المسلم انت عندك تجربه مع الاسلام وكتهضر له على الالحاد، ياكل ولا خصنا نعاود هذا حيت ديما دابا كاين واحد الانسان عنده تجربه مع حاجه وحده، واحد الانسان عنده تجربه مع جوج ديال الحوايج، واحد من جوج ديال الحوايج هي ديك الحاجه اللي عندك انت فيها تجربه. اوكي، عاد دخل واحد الميدان اخر اللي لا علم لك ولا سلطان لك عليه، ما كتعرفوش اشنا هو عالم الالحاد، مش عالم الالحاد ولا عالم الكفر، راه ماشي شي حاجه كتقراها في شي كتاب وكتفهمها. هذيك لا ترانزيسيون ديالك انت من اللي كنتي مؤمن وخرجتي من الايمان وليتي واحد الانسان ملحد او لا واحد الانسان كافر بواحد دين معين او لا واحد الايديولوجيا معينه او لا واحد الفكر معين، راه ماشي شي حاجه كتقراها في شي كتاب، راه شي حاجه خصك تدوز وخا كيكون سكام لايكلي عشان هاد البشر كاين صوت صعيب جدا.
If I don't answer you the first time, that means I don't want to fucking answer your call. Damn it, Basha, din mo ma'afni kifam. Kill salt. Kill salt. Fesh kina kanna andi wahdi halil salt halwa. Fesh kina kan gulu fesh fin khalina al-ikhwan. Allah ima arf fin khalita billah. Ma ima alish, al-mulhid. Wa afna al-mulhid. رجل هنا ورجل هنا خليتي رجل هنا ورجل هنا ورجل هنا وبديت بوتشري تربح ياك قال لي فين خليتها قال لي رجل هنا ورجل هنا قال لي وا بوتشري تربح كي صحاب هو كان كيهضر على واحد الحولي الحولي قال لي راني ذبحته بوحدي في الدار وداك الشيء شو عيطت عليه الوالده قالت لي سي ولدي جيب الخميره مشى جاب الخميره قال لي فين خلينا قال لي فاش درت يجل هنا ورجل هنايا ويقول لي وانا نبدا بوت شريت ربح anyway هذه نكته زوينه ولكن قديمه في عمرها شي 38 عام ياك ابي بلوص اخر عليها anyway وهذا الشيء اللي كيوقع للانسان فاش كيكون شي حاجه اللي خصك تدوز منها يمكن تجي تشرح من تشكي تجي تقول لي انت وانت الالحاد راه ما فيهش الراحه وانت عشتي الالحاد باش تعرف واش فيه الراحه ولا حيت الدين ديالك قال لك حيت انت تعودتي على الراحه كتلقاه في هذاك الشيء اللي فيه نتايا راه ديك انا البشر ما كيعرفش شنو هو التريكو ما كيعرف لا شنو هو التريكو لا السليب لا الكاسون لا لا لا, لا الروبيني ديال الماء لا البوله ما كيعرف حتى شي حاجه مات والله ما توصل لي للسعاده ديالو بالله والحياه ديالو حلوه بحال شي مره كتمشي كتلعب في شي عروبيه في المغرب كتقول كيفاش انا كتريح فيها ساعتين كتبغي تسطى كتشوف على اليمين كيبان لك لوريزون كتشوف على اليسار لوريزون كتشوف في الشمال لوريزون الجنوب لوريزون واحد الحمار مريح تما ميته القضيه ديال ما كتلقى بنادم عايش تما 24 ساعه 365 days a year وعايش تما 50 عام انسان سعيد اوكي أنا المشكلة اللي كيتفضع عندي هو واحد الإنسان أوكي عرفنا حرية الاعتقاد كتعطي الناس السعادة عرفنا المغرب فاش كيحطوا الشباكية وكيطيبوا الحريرة وكيديروا الكسكسو فهمتي وكتجي نهار العيد وكيجي داك الشيء كيخليه في واحد السعادة زوينة دابا المشكل راه ميمكنش تكون سعيد تقلبوا على واحد السعادة الروحية والسعادة المادية غتكون واحد الإنسان ميزيغابل راه ما يمكنش خص يكون واحد التكافؤ نو نوت هير نوت 10 مينيت شي كان قالت لوست لا 10 مينيت كاين الصوت الاخوان وهذا هو الغريب مثلا تيقول لك انا مثلا الوالد ديالي كتمشي عند الوالد ديالي كتقول لي تقول لك انا هذه السعاده ديالي انا السعاده عندي انت اللي داكشي اللي كتشوفو نتايا في لا دروغ واللي كتلقاه انت في العيالات واللي كتلقاه نتايا في شي حاجه كتعجبك ولا كتسافر ولا كتمشي تصياد ولا اكس ان اكس ولا الوالد تيقول لي انا كنقرا القران كنمشي نصلي كنمشي نتوضا كنمشي للمسجد فاش كنكون كنركع هذاك الشيء كله كنلقى فيه واحد سعاده ابديه انا كنظن هذاك النوع ديال السعاده الا قلبوا الصحه ديال هذاك الانسان غادي يلقاه انسان مريض لحقاش يقدر يعيش تقدر تعيش سعيد بلا ما تحس بواحد تهديد بلا ما تحس بان يور ديستيني غادي تاكل الكشماط راه خصك تعذب وخا تكون ترى الرسول وما ضامنهاش قالوا لي انت كيفاش واش ضامن هذيك الجنه قال لي مرا حتى واحد ما ضامن هذيك الجنه انا الرسول اللي الله خلق هذا الوجود على قبلي وراه ما ضامنهاش وحنا داكشي علاش ديما كندعاو ندعيو عليه السيناريوسنا حنا ديما خصنا ندعيو عليه هو باش ونسينا حنا ريوسنا ما سمعتيش واحد تيقول ربي ضرني الضلع على اليسرى عافاك لما داويها ضرني ظهري ولا راه ولدي مريض تيقول لنا كيفاش غادي تدعي وغادي صلى على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وانتم عاودوا لكركم انتم ما غاديش ندعوا معكم وكنت راسك عائلتك المشاكل اللي عندك ما عندنا ما نديرو ولاد الوجود باش نخدموا المصلحة ديال قريش وديال الرسول والصحابة وداك الشيء دابا إلا قلبنا الصحة ديال الوالد ديالي تقدر تلقاه إنسان منهار تقدر تلقى القلب ديالو كون ما كانش مسلم كان غادي يكون عنده قلب واعر ياك ولا لا
انا هذيك السعاده عنده هذيك السعاده بحال قلتي ديك السعاده ديال شي واحد في الاكس اكس اكس ام ان خاشي ليه شي كره ديال البلاستيك فمو وعاقد لي راسو مع القمر قلاويه. حتى داك الانسان اللي في اكس ام اكس راه غادي تلقاه في غايه السعاده ولا شي وحده مريحه على شي قرعه ولا شي عجب كيحس بيه بواحد السعاده. يعني هذا البرينسيپ ديال السعاده راه كاين واحد المغياد ديال الحوايج كاين شي مؤامرة. حتى كنبغي ندخل بالتوك وداك الشيء كنبغي ندير شي مداخلة تكون جهنمية وكيبداو يعيطوا ليا وكيبداو يديروا تعيط لي لا راه غادي يخرج لنا الناس من الإسلام وداك الشيء. دابا غيكون هادو غير السواعدة دابا دوك اللي في الحرمين الشريفين ياه هو داريز هولدا أولاي لمي جاست رايت ذيس مسج تو ذيس جاي أي دونت نو وات هي وونتس. كاين الصوت الاخوان كاين الصوت لا غير باش نكمل هذا الديسكور هذا. وهادشي اللي بغينا نقولوا للناس بان اولا السعاده راه ما كايناش غير في الدين. السعاده راه كاينين في بزاف ديال الحوايج والسعاده راه ماشي شي حاجه اللي كتوصل ليها. السعاده راه شي حاجه اللي ديما كتبقى متابعه بحال هادشي ديال الديمقراطيه والحريه وكاع داك الشيء. سمعتيني يعني ماشي ما كاين حتى شي حاجه في هذا الوجود ما كتجي لواحد ليطا فينال. راه شي حاجه اللي كتبقى كتقاد فيها وكتصوبها. وكنحس دابا بسعيد داكشي اللي كان كيجيب لي السعاده اليوم راه ولا هو سبب ديال ديبرسيون ديالي حيت ولا كتكثر في شي حاجه فيها السعاده كتعود هي الملل. فهمتي ان للقلوب اقبالا وادبارا كتقلب واحد حاجه كتعجبك باش تعاود تعجبك تخصك تكرييتي نتايا لا فالور يو كرييت فاليو باش ان خصك تختار نتايا واحد النقص قلب عليه فاش غادي تلقى هذيك الحاجه غتكون. اذا اولا مصدر السعاده راه ماشي هو الله راه ماشي هو التكواز يقدر يكون هو الله ولكن الله مع بزاف ديال الحوايج اخرين والله ثاني خصو يكون حتى هو شويه ماشي ديما هو واقف عليك. ما تقولش لك هو واحد الليميت ماشي واحد الاله اللي تيقول لك اودي داتي ا بي سي دي اوكي انت زوين انت بخير انت ما غاديش نشويوك انت ما غاديش تاكل كتعيش زوين فاش كدير داكشي لو ديفوار ديالك كتعيش بخير. وهاد الدين هذا تيقول لك واخا دير داكشي كامل اللي كدير في حياتك الا الله اشقت ليه كتقول لي هو اله عادل تيقول لك راه فعال لما يريد. واسمح لي ما يمكنش عادل وفعال لما يريد حيت هذاك اللي فعال لما يريد ديك الاراده ديالو عندها واحد الحدود او تفعل لما يريد. اذا فين هو مبدا العداله؟ اذا العداله هي اللي كتحكم في هذيك الاراده ديالك انك تقول اوكي دابا وليتي عادل اذا انت بقى دير داك الشيء اللي تريد ولكن دابا ما بقيتيش عادل. واش فهمتوني الاخوان؟ المهم اللي فكرت انا خرجت من الدين الله الا وليت عايش بخير بالله كنعرف فاش غادي نموت ما كاين لا عزرين لا شي تكتب ليه لا شي نقلبوا ليه الميزان ديالو لا نقراو ليه الكتاب ديالو ناكر ومنكر ديك يمينه شماله هذاك الشيء كله تهنيت من واحد بزاف ديال التخربيق. حيت وقت ما فكرت في الموت كنقول اوكي والموت وثاني من بعد الموت وغادي نبقاو غاديين وغادي ندخلوا للقبر وغادي يتحل واحد الشجم وفيه شي حاجه سخونه اللفح ديال جهنم. فيغيديكمون الاخوان احسن حاجه وقعت لي في حياتي وغادي كنوصي بها كاع الناس الاخرين. الناس اللي كيقول لك لا غير انعدام الايمان بشي ماشي انعدام الايمان ماشي الايمان في حد ذاته سا ديبون الا كنتي انت بودي راه غتعيش حلوه لكن انت مسيحي وكتعرف هذاك المسيح الغزال اللي داير البلو دراير لشهر ومصوب الشلاغم ديالو مقادين ومقاد اللحيه مقاده وزعير وزوين وهو اللي هو السيفيور هو از ذا ريزن فور ذا سيزون انت راك غادي تعيش زوين سا ديبو على المعتقد. الا عندك واحد المعتقد اللي تابعك على البوله والبوله صاحبي البوله الحزقه الخريه ودا راه ما بقاش معتقد قلبوا على شي خرا خوسي وعبدوا شي قلوه شد قلوه علقها في البيت وبقى تعبدها ما غادي تقول لك لا البوله لا الحزقه لا الخريه. شكرا.